بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع، إعداد منطقة التنقع لموقع الويب الفلاش. قد قمنا سابقا بإعداد الصفحة الرئيسية من نقطة SWI، وهي الموجود فيها فقط منطقة الشعار. ثم أنشأنا العرض الفلاش الأول M1، وقد صدرناه بصيغة SWF. وقد نفذنا العرض الثاني M2 نقطة SWF. الآن نقوم بعمل منطقة التنقل في العرض الأساسي من نقطة SWI لعمل زرين، ونقوم بربط هذه الأزرار بالعرضين الفلاشيين التي كنا قد قمنا بتصديرهم في الدروس السابقة. مطلوب عمل مستطيل ذو حواف مستديرة يمثل خلفية منطقة التنقل، زر يمثل الصفحة الرئيسية أو العرض الأول، وزر يمثل العرض الثاني، وفيلم فرعي باسم كونتينت ليظهر فيه منطقة المحتوى. ثم عمل تعليمات برمجية لربط أزرار التنقل بالعروض الفلاشية. أولا، إنشاء خلفية منطقة التنقل. نستدعي العرض من نقطة SWI الموجود فيه فقط جزء الشعار، ثم نرسم مستطيل من التولز من أداة الأوتوشيب، ثم 2D ثم ريكتانجل كما هو قمنا بشرحه في ورقة العمل. ثم نغير من اللون الخاص به، وذلك من جزء بروبرتيز. الآن نقوم بإنشاء أزرار تنقل. تعريف زر التحويم أو البوتون هو شكل يتغير مظهره عند حدوث أحد عمليات الفأرة، وعند الضغط عليه يؤدي لتنفيذ تعليمة برمجية مرتبطة به، أي عند الضغط عليه يقوم بفتح عرض فلاشي معين. أي زر داخل برنامج سويتش ماكس 4 له 4 حالات: العادي هو عدم التأثير نهائيا، أوفر عند المرور الفأرة فوقه، داون عند الضغط بالزر الأيسر الفأرة مرة واحدة، وحالة الهيت هي حالة مخفية تحدد تأثير عمليات الفار. برغم أن سويتش ماكس 4 يوفر إضافة زر أو بوتون من قائمة إنسرت، ولكن يستحب أن نرسم هذا الزر ونكتب محتوياته يدويا. سوف نقوم الآن بإنشاء الزر الأول. نضغط على أداة المستطيل من التولز، نسحب إلى أسفل لرسم مستطيل، نغير من عرض الخط وتعبئته، ونضيف عبارة الصفحة الرئيسية، ونغير من إعدادتها كما قد شرحنا داخل ورقة العمل. بعد الانتهاء من عمل الشكل وإضافة التكست، نقوم بتحديد الجزئين من جزء Outline، ثم نختار بالزر الأيمن Grouping، ثم Group as Button. يمكن تجميع الشكل as Group ثم من قائمة Modify ثم Convert، نحوله Convert to Button. ويمكن تحويل جميع الأشكال والنصوص إلى أزرار. نلاحظ أنه قد تم دمجهم داخل زر البوتون، وعند الضغط على البوتون تظهر ال4 حالات الموجودة للزر. في الأعلى في جزء Properties نفعل الخيار Has Separate Over State، لأنه عند الوقوف عليه بالفارة يتغير اللون إلى لون آخر. عند الضغط على بوتون تظهر الحالة الأولى هي الحالة العادية الأب، ثم الحالة الثانية هي حالة الأوفر استيت. نضغط على الشيب ونغير اللون الذي سوف يتغير عند المرور على الزر بالفار. نغير اسم الزر من بوتون الى الزر الاول، وذلك بالزر الايمن عليه، ثم نختار Object Attributes اخر امر بالقائمة، ونكتب جملة الزر الاول. لانشاء الزر الثاني نقف على الزر الاول، ثم نختار بالزر الايمن Copy Object، ثم نقوم في أي مكان فارغ في المسرح ونختار Paste Here، ونبدأ بتحريكه لوقوفه أو وضعه داخل جزء التنقل. ونغير النص من معالم الكويت إلى سؤال وجواب كما قمنا بتغيير من الزر الأول إلى الزر الثاني، وتغيير النص أيضا في منطقة أو في حالة Over State ليظهر بهذا الشكل. هذا هو الزر الأول وهذا هو الزر الثاني الموجودين عندنا بالعرض. الآن نقوم بإنشاء فيلم فرعي لنربط أزرار التنقل بالعروض الفلاشية التي قمنا سابقا بتصميمها. ندرج فيلم فرعي من قائمة Insert، نختار Movie Clip، ثم نسحبه ليقف عند طرف منطقة المحتوى، ولا ننسى أن نعطيه اسما للتعرف عليه. من جزء Properties نكتب كلمة Contents. والآن نقوم بعمل التعليمات البرمجية، وهي عبارات إصلاحية تتحكم في العرض مثل إيقاف العرض أو إعادة تشغيله. ونكتب التعليمات البرمجية وذلك من خلال جزء Script. نحدد وقت مثل بداية التشغيل أو عند الضغط على أي زر بالفارة،
وذلك من خلال زر بوتون لإيقاف العرض أو إعادة تشغيله أو استدعاء عرض خارجي. تعليمات بداية التشغيل: نقف عند أول إطار سين 1 ونختار بطاقة سكريبت، نختار Add Script External Files and Data Load and Load Unload Movie Clip، ثم نختار Load Movie كما بالشكل التالي: الوقوف أولا من جزء الأوتلاين على سين 1، ثم من سكريبت نختار Add Script External Files and Data Load and Unload ونختار Load Movie، ثم لا ننسى أن نضغط هذه الأداة إلى إذا كان جزء الـ URL غير ظاهر بالشاشة. نختار اسم العرض الأولاني هو m1.swf، ثم نختار من سهم Movie Clip نختار اختيار Contents هو اسم الفيلم الفرعي الذي كنا قد أضفناه، وبالمثل نقف على الزر الأول ونجد أن التعليمة البرمجية أصبحت on frame، يعني عند بدء التشغيل يفتح الصفحة m1 أو m1.swf حسب ما كنا قد سميناهم أثناء تصميمهم. عبارة on frame تعني عند تشغيل الإطار الأول تظهر بروحها الصفحة m1 أو m1. نقوم بعمل تعليمات للزر الأول وذلك بالضغط على الزر الأول من جزء outline، ثم script add script external data load movie، ثم نكتب اسم صفحة M1 لأن هي الخاصة بالزر الأول، ثم كتابة contents، ونلاحظ أن التعليمة البرمجية الآن أصبحت on release، يعني عند الضغط على الزر يفتح صفحة M1 أو main1. وهكذا نعمل تعليمات الزر الثاني، الضغط على الزر الثاني من جزء outline وscript add script، نكتب main2 أو M2، ثم نختار movie clip contents، ونلاحظ التعليمة البرمجية on release، يعني عند الضغط على هذا الزر تقوم بفتح العرض الفلاشي main2.swf. ملاحظة: يجب تحويل إطار منطقة الشعار لفيلم فرعي وليكن اسمه الشعار، وذلك بإضافة فيلم فرعي من قائمة insert نختار movie clip، ثم نغير اسمه ليكون باسم الشعار، ثم نسحبه ليكون في منطقة الشعار كما هو موضح بالصورة، ثم نقوم بقص الأجزاء الموجودة داخل منطقة الشعار من شعار رسومي ونص موجود ومستطيل ذو حواف دائرية ولصقهم داخل الفيلم الفرعي الشعار، وذلك بتحديدهم من جزء الأوتلاين كما هو موضح، ثم بالزر الأيمن نختار Cut Object، ثم نذهب إلى الشعار الفيلم الفرعي ونضغط على علامة الزائد، ثم نختار اختيار Paste، نجد أنه قد تم وضعهم داخل الفيلم الفرعي الشعار، ثم نقوم بتصدير العرض بصيغة HTML ويجب تصديره وذلك من قائمة فايل، نختار أمر Export، نختار HTML زائد SWF لنحصل على موقع ويب فلاشي كامل.